مشهد نستعد له مع كل شتوية، ترقب وانتظار للحصول على مادة التدفئة، فما بين تسجيل الدور، الحصول على رقم، وصولاً لتاريخ التعبئة. ممكن يكون الشتاء لملم طقوسه الباردة ودخلنا بفصل جديد، لكن اليوم ونحن على عتبة الشتوية يبدو أنه المشهد رح يكون مختلف مع البدء بمشروع البطاقة الذكية يلي فتح أبواب مراكزه بمدينة دمشق. كاميرتنا تواجدت مع الناس لنعرف رأيهم بالبطاقة الذكية والأهم فائدتها بالنسبة لهم. هي خطوة حلوة، يعني عرفت شنو علي؟ إنه يعني بدال هالتصير هالأشقات وهالأزمات اللي عم بتصير يعني، أو التلاعب بالأسعار أو كذا، يعني تحلنا مشاكل كثيرة يعني إن شاء الله. بدال الدفتر ما يكون ينشأ ويضيع وضاعت، لا البطاقة بتسجل وما في تلاعب بيصير فيها، يعني هذا أهم شيء يعني فيها. بالنسبة للمازوت هي لسه ما جربتها، أعطوني قسيمة بس لسه ما استخدمتها. أنا سجلت لي 4 سنين زوجي مستشهد، سجلت مرتين والمرتين ما إجوا لعندي ولا أخذت ولا نقطة مازوت. أنا صرت أشتري مازوت حر. أنا بالنسبة لي حل ممتاز، يعني ممكن يكون حل جدا، يعني حل ممتاز كمان، عارف شلون؟ بس إنه يستمر، هذا يصير في استمرارية، أما مو والله نعمله سنة وبعدين تاني سنة نوقفه. بتخفف عبء على المواطن، بتساعد حتى الدولة لشان تقديم خدمات للمواطن، يعني ما في ضرورة والله يصف دور طويل عريض مشان قدام موظف فلان بينما بإمكانه موضوع النافذة زي موحدة. أنا سمعت إنه معلومات كافية عنها، بس قال مشان المازوت أعطوني بطاقة مازوت خاصة ب 200 لتر، هذا استفدنا منه وسمع بولي مازوت كمان. والله لا هلا ما يعني ما حدا حكى لي عنها. الآراء تنوعت بين المعرفة أو عدم السماع بمشروع البطاقة الذكية، ولهيك بقينا مواصلين هدفنا للقائمين على هالمشروع يلي ممكن يكون النافذة لمرحلة جديدة تمحي آثار العناء على الطرقات وأمام الكازيات. بطاقة إلكترونية قابلة إنه يتحمل عليها عدد لا نهائي من المواد، بلشنا فيها، هي فكرة ورؤية وزارة النفط بتوزيع المشتقات النفطية عن طريق البطاقة هي، بالإضافة إلى أي مواد ممكن تنطلب بالمستقبل، كانت مواد مقننة، مواد تموينية، أي خدمات تانية. بالفترات الماضية كان في كتير شيء له علاقة بالمحسوبيات، شيء له علاقة باحتكار المادة، شيء له علاقة بسوء التوزيع اللي هو كان عم بيصير سابقا عن طريق الجداول والقسائم. نحن ما عم نعمل شيء، ما عم نجرب بشيء جديد، نحن ماشيين بإطلاق تدريجي لنفس الموضوع اللي كان، بس عم ننقل تكنولوجيا عالمية ونحولها لتواكب التطورات اللي صارت بالعالم، ونحول موضوع القسائم وموضوع الجداول والأوراق لشيء إلكتروني، لشيء سهل الضبط تبعه، سهل أنك تشوفي التقارير، سهل أنه تعرفي مين أخذ ومين ما أخذ، مين وزع ومين ما وزع. نحن بلشنا بشهر 8/2017 بمحافظة دمشق، نشرنا حاليا ما يزيد عن 34 مركز موجودين بمحافظة دمشق متوزعين على كافة مساحة محافظة دمشق، بالإضافة لفرق جوالة عم تسجل لكل العائلات بدوائر الحكومية للموظفين القطاع العام. كيف راح يصير التزود بمادة مازوت التدفئة للمواطن؟ المواطن راح يكون قدام 3 خيارات، راح يختار واحد منهم لطلب المادة الخاصة فيه. أول خيار اللي هو تطبيق على الموبايلات الذكية، على أجهزة الهاتف الذكية، راح ينزل تطبيق الخاص بالبطاقة الذكية، من خلال هذا التطبيق رح يسجل رقم البطاقة أو المعرف الخاص بالبطاقة، كل بطاقة رح يكون فيه لها رقم معرف عن البطاقة، رح ينزل رقم المعرف البطاقة الخاص فيه، رح يستعلم عن رصيده، رح يكون عنده رصيد فرضنا 200 لتر 300 لتر الكمية اللي هي، بإمكانه أنه يطلب الكمية كاملة وبإمكانه أنه ما يطلب الكمية كاملة. الطريقة الثانية اللي هي صفحة ويب، رح يفوت على صفحة انترنت خاصة بالبطاقات الذكية، رح يسجل المعرف البطاقة تبعه كما رح يستعلم على رصيده ويطلب المادة بنفس الطريقة. بالنسبة للمواطنين اللي ما بيحبوا هاي التكنولوجيا وما بيحبوا يتعاملوا مع الموبايلات الذكية أو مع الانترنت، رح يكون في قدامهم الطريقة الأسهل اللي هي الاتصال على رقم خدمة الزبائن اللي هو 011 98 84
وطلب المادة عن طريق رقم خدمة زبائن، رح يتواصل معهم موظف ويسألهم عن رقم البطاقة الخاص فيهم بالإضافة لمجموعة من المعلومات ليتأكد من أنه اللي عم يتصل فيه هو نفسه صاحب البطاقة، ويعمل له حجز للمادة اللي هو طلبها ويعطيه التاريخ المتوقع لاستلامه المادة. على أبواب فصل الشتاء بدأت معالم الحل تتوضح لساعات الانتظار وسط طوابير من المترقبين لمواد التدفئة أو المخلص من المحسوبيات التي غلفت آلية التوزيع على مدى السنوات الماضية. البطاقة الذكية مشروع جدي وجديد، فهل سيكون الحل الشافي؟ للإخبارية السورية هزار عبود. يعني سلمى، بعد ما شفنا تقرير زميلتنا هزار عبود، بعتقد هلا الكل يلي ما بيعرف معلومات كاملة عن البطاقة الذكية بتكون وصلته الفكرة. أكيد سالي، ويمكن مثل ما طرح التقرير سؤال عريض، قديه ممكن رح يوفر هاي البطاقة الذكية وجودها بحياة كل مواطن سوري؟ كتير من الوقفة على الدور، كتير من فيتامين وكتير من شغلات تانية. بنتمنى يا رب هاي البطاقة الذكية تكون بداية حل لشتوية دافئة بكل البيوت السورية وأيضا آمنة. أكيد يا سلمى، هلأ محطتنا رح تكون جولة على أبرز الأخبار الثقافية المحلية العربية والعالمية، والبداية من السويداء حيث افتتح معرض رسالة محبة للفن التشكيلي. شارك في المعرض 35 عمل فني قدمها 21 فنانا وفنانة أتوا من محافظات مختلفة في صورة تعكس جمالية فسيفساء سوريا ووحدتها. نوعت موضوعات الأعمال بين الطبيعة والبورتري وأخرى تتعلق بحالات المرأة المختلفة وغيرها من المواضيع بتقنيات غلب عليها الأكريليك وبعضها الآخر الرصاص والكولاج الزيتي. سالي، لخبرنا التالي من الشارقة، حيث يحظى جناح الجمهورية العربية السورية المشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب بإقبال كثيف من قبل الزائرين للمعرض من الكتاب والإعلاميين والمهتمين. وذكر رئيس اتحاد الناشرين السوريين هيثم الحافظ أن الجناح السوري الذي تشارك فيه 100 دار ومؤسسة نشر سورية يمتاز بكثرة العناوين المعروضة والموضوعات التي تتناولها، ولا سيما أنها صدرت خلال أعوام الحرب على سوريا، ما ولد دهشة واستفسار لدى الزائرين حول الواقع الثقافي في سوريا اليوم وحركة بيع الكتب ونسبة القراءة. انطلقت أيام قرطاج السينمائية بدورتها 28 وعرض فيلم كتابة على الثلج للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، ويتنافس في الدورة الحالية للمهرجان الذي يعد من أعرق المهرجانات السينمائية العربية والأفريقية، حيث يعرض 14 فيلم في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة. وضيف الشرف لهذا العام ستكون الجزائر، وهي ضيفة الشرف للدورة 28 للأيام السينمائية قرطاج. خلونا نتابع هالفيديو مع بعض. تسعة أيام مهرجان، 60 عرض كل يوم، 180 فيلم من كل العالم، 200,000 متفرج، مليونين شخص في قلب تونس. أيام قرطاج السينمائية، بيت السينما العربية والإفريقية منذ 1966. سالي، جولتنا الثقافية لليوم وصلت لنهايتها، متابعين باقي فقرات صباحنا غير، ولكن بعد هالفاصل القصير. بفضل
بفقرات سابقة كانت مهارات الشباب وتطويرها هي هدفنا عبر العديد من الضيوف، لكن اليوم الكفاءات الضرورية واللازمة لشخصية إدارية ناجحة رح تكون تحت مجهر ضيفتنا الأستاذة نهى شويحنة، مستشارة في مجال إدارة الموارد البشرية، لنتعرف شو المطلوب ليكون مدير أو أي شركة أو مؤسسة فاعل وقادر أنه يطور بمجاله. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك سالي، يسعد صباحك سلمى والفريق الجميع. صباح الأول شيء بدي حيي الجيش السوري على انتصاراته بدير الزور، يا رب وإن شاء الله هيك دايما سوريا بانتصارات. أكيد اليوم أكيد موضوعنا دايما كالعادة عن الكفاءات والتنمية الإدارية. يمكن اليوم نختص شوي بالكفاءات اللي لازم تكون موجودة بشخصية المدير. تمام. خلينا نعرف شو هي أبرز هاي الكفاءات اللي لازم تكون موجودة بشخصيته. تمام سلمى، نحن دائما بنحكي كنا عن الكفاءات للشباب وكيف بدهم يدخلوا للسوق العمل، ولكن اليوم الضوء تسلط على المدراء، ان نحن اليوم المدراء بسوق العمل عن سواء بالقطاع الخاص والحكومي بدنا نقول التنتين، دائما في عندنا اهم كفاءات اللي هي تقديم التقارير. الحقيقه نحن بالنسبه لنا كفاءه التقارير، المهارات القياديه، كيف نحن بنحكي عن مهارات قياديه، اداره الاجتماع، اداره الاولويات. اليوم المدير لما حتى يكون مدير بده يكون عنده ترتيب لافكاره، ترتيب لأولوياته، ترتيب لتقاريره. هالكفاءات الحقيقة الأساسية هي عم تكون عائق بأغلب للأسف، يعني في عنا كتير مدراء منواجههم بسوق العمل سواء أو بيحتاجين هاي الكفاءة. مهما قلنا يمكن أول شيء بيكون التركيز أني والله إدارة الوقت، ما أنت صرت مدير المفروض أني إدارة الوقت هاي خلص خلصنا منها، يعني مفروض تكون هيك يكون ملتزم بالوقت. بس نحن لا، اللي عنا بيقولوا التركيز، المهارة القيادية. المهارة القيادية هي كلمة كتير رنانة وحلوة، بس شو معناتها هالكلمة هاي؟ شو مواصفاتها؟ ماذا تحمل هذه الكلمة المهارة القيادية؟ المهارة القيادية بدك تكون أنت قائد لفريقك، بدك تكون أنت مثال وقدوة. نحن هل هو المدير قدوة؟ يعني أنت لازم تكون قبل فريقك موجود بعملك، أنت قبل فريقك عم تكون تتابع أعمالك، أنت قبل فريقك عم تكون بالوقت، قبل فريقك عم تسلم تقاريرك وعملك لمديرك الأعلى منك، مو للأشخاص. نحن خلاص أخذنا منصب المدير خلاص بيعتبروا مدير صار قيادي، لا المدير غير قيادي، المدير يختلف عن القيادي. لذلك نحن لما نحكي عن الكفاءات أو المهارات القيادية لازم نعرف إن في كفاءات معينة بالفعل هي لازم تتطور عند كل المدراء. وانا يعني ما بدي اجزم بس بقول 60% من المدراء، انا من واقع سوق العمل عم بحكي اني بالفعل عندنا مشكله حقيقيه بالسوق بهذا الموضوع. تماما نهى، يعني مثل ما ذكرتي المدير ليس قيادي وانما هو المثل الاعلى، لازم يكون لجميع الموظفين من خلال المهارات والكفاءات يلي ذكرتيها. خلينا نتعرف شوي عن اهم الميزات او الصفات يلي لازم يتمتع فيها المدير. هلا نحن بالنسبه لنا اهم نقطه يتمتع فيها، انا دائما بقول لهم بالانجلش يعني سوري اني ليدنج باي اكزامبل، يعني انت بدك تكون بكل شيء تصرفاتك، يعني مثلا كمدير موارد بشريه انت وقت بدك تحاسب الموظفين على الدوام انا اول الناس بلتزم بالدوام، انا ما فيني حاسبهم على الدوام وانا مالي ملتزمه، هي واحد يعني. فانت اليوم ليدنج باي اكزامبل، انت بدك تكون قدوه بكل عمل، انت لما بتسلم عملك بوقته هن هداك الوقت، لما بتشتغل ببيتك بتكون قدوة لهم اني انا عم بشتغل ببيتي عم يشوفوا موظفيني اني انا عم بشتغل كمان بالبيت مثلي مثلهم، لان كثير الموظفين حرام عندنا الهرم الاداري بيكون الضغط على اول طبقة بالهرم الاداري، وكل ما بيعلى بيخف على اساس الضغط، هو حقيقة بالعكس. المفروض المدير كمان ينضغط، اوكي لازم عنده مهارة التفويض، يعني كمان احنا من المهارات الأساسية المدير بيمسك بإيده كل شيء، ليه عم تمسك كل شيء بإيدك؟ لازم يكون فيه تخصص أكثر، يمكن يعرف يختار الأشخاص اللي هن، كل شخص يكون مسؤول عن شيء معين تماماً، التفويض لحتى تكمل الدائرة. هلا الاختصاص ممكن أنت عم نحكي بدائرة فنية ممكن هي